السلام عليكم ورحمة الله. ده درس توضيحي للفرق ما بين الـ Inverse Kinematics والـ Forward Kinematics. الـ Inverse بيوفر كتير جدا لو بنعمل Animation، فخلينا نشوف الموضوع. أنا دلوقتي هضيف الـ Armature، هبدأ طبعا من هنا كده، اكسترود. ممكن ابدا اسمي مثلا ده وليكن ليج دوت ليفت، ليج ابر دوت ليفت، وهنا ليج أسمي ده كده leg middle dot left، وده leg down dot left، وده foot dot left. طيب ممتاز جدا. بعد كده اختار هنا الجوينت ديت واكسترود في الاكس، اصبح دي منفصلة. طيب بما ان الجوينت ديت لسه مرتبطة بالهيكل نفسه، فالت بي ديسولفبون ديسكونكت والت بي كلير بيرنت. هاجي اسمي دي بقى كنترولر دوت الليفت، اختار الكنترولر اللي هو منفصل عن الارمتشر نفسه، واختار البون ديت كنترول شيفت سي طيب المفترض ان نذهب الى البوز مود اولا عشان نضيف الكونسترين، كنترول شيفت سي انفرس كاينماتكس. ده الكونسترين ممكن يتم، ده اسرع ولكن ممكن يتم اضافته عن طريق نيجي هنا كونسترين انفرس كاينماتكس الارميتشر الكنترولر، مظبوط. الشين لينس هنا فوق واحد، كنترولر فوق واحد اتنين تلاتة. طيب لو كان اتنين بس ممكن كنا هو مبدئيا بيذهب لحد اخر الارمتشر، لكن في ريال وورلد بروجكت هيكون في هنا الهيبس وفي اكتر من بون، فاحنا بنقول ان اخرك لحد التالت هنا. طيب خلينا نجرب جي في الزد، فعلا بيتحرك هكذا. طيب في نقطة بقى يعني عايزين ده يكون يتحرك مع ده، يعني البون دي تتحرك الفوت، لما حرك كده البون دي تتحرك معاه. طيب بنختار الكل Alt R Alt G، فاحنا ممكن نعمل حاجة نقول ان هنجرب الاول نقول ان ده child of ده، ف child of armature controller، فيعني تقريبا اشتغل تلبون. فجي في الزد وار، لكن خلينا نقول child of set inverse. ممتاز جدا، جي في زد او الطريقة التانية
هنلغي ال child ده وهنيجي على edit mode alt r alt g، هنيجي على edit mode ونقول دي طالما ده. طيب هنلغي ال parent control b keep offset، نجعل البوز مود هكذا هكذا، يبقى دي بتحرك، يبقى الكنترولر بتحرك الليج كلها وبتحرك البون اللي هي الفوت. طيب في حاجة بقى البول تارجت، فاحنا هنيجي تاني اكسترود في الاكس الت بي كلير بيرنت الت بي كلير بيرنت وجي في الاكس، هنسمي ديت البول تارجت تارجت، هنختار في البوز مود البول تارجت في بول دوت ليفت، هنيجي هنا هنختار بول دوت ليفت والرول هيكون وليكن لحد ما الزاوية تظبط، فهنجرب 90 تمام. هنيجي هنا نختار الكل ونتأكد ان كل البولز دوت ليفت دوت ليفت، نختار الكل، تأكد ان الكرسر هنا في السنتر، نختار الكل في الايديت سيمترايز، فنختار كل البونز في الايديت مود وارميتشر سيمترايز. ده كده كان درس اليوم ازاي نضيف الانفيرس كايناماتكس، لو الزاوية اتغيرت فاحنا محتاجين نغير البول انجل، هنخليها 180، يبقى في الكنترولر جي في الزد، وده عبارة عن البول تارجت، وهنا برضو جي في الزد، الزاوية هنغيرها 180 او هتكون هكذا، حول الميديان بوينت ار، وده البول تارجت. اتمنى يكون هذا الدرس مفيد، والى اللقاء في عدة دروس قادمه.